مساء الخير. اليوم حبيت أتكلم لكم عن بعض الأشياء اللي طلبتها من ناس دوق. أوكي، لهم موقع بالإنستغرام، تقدرون تطلبون منهم هذا من فب. أوكي، هذا اللي طلبته. هامة جورة ملكي، دقة فلبينية، جار ملكي، يعني في فرق، هذاك جارة هذا جار ملكي، هذا ماري ملكي، هذا زوايا كمبودية. جدا علي ريت بالانستغرام الأخ طارق صاحب هالموقع للبخور طبعا. وهذا اللي طلبت البوكس، هذا شوفوا الباكج، الاهتمام بأي شيء يرسله جدا جميل، الله يوفقه إن شاء الله. أوكي، هذا هو البوكس، شوفوا هذه طبعا رشات او رشوش مسوي اهو، الله يوفق كل واحد يشتغل شغل له. وهذا بخور انا طلبته، وهذا دهن عود ثمن ربع التولة، هذا اوكي. انا طلبت نفس البخور اللي اساسا طلبته، يعني خلنا اقول لكم ايه هو، قواقع براتشين، اي هذا هو قواقع براتشين، فدهن العود براتشين، هذا وايد حلو حق الصيف. اوكي، هذا ثمن التولة، حلو حق الجنطة حق غيره. وهذا هم ثمن التولة، ايش رايكم؟ وايد حلو، البخور جدا راقي وممتاز، مو خشب. انا جربته، دشوا على انستغرامه، ان شاء الله ما يصير خاطركم الا طيب، وما تلاقون الا الشيء اللي يعجبكم ان شاء الله. هذا اهو الاخ طارق.